انظر إلى واقعك، انظر إلى واقعك، انظر إلى برنامجك اليومي باختصار. أعظم حقيقة تثبت بها الإيمان هي أن تنظر إلى واقعك اليومي، برنامجك اليومي منذ الاستيقاظ فجرا إلى النوم ليلا، كل يوم برنامجك يتناسب مع هذا الإيمان، يتناسب خوفا من الله، يتناسب خشية خشية لله، يتناسب مراقبة لله، يتناسب استشعارا لمقام الله. عندما تكون في الغيب أو تكون في الشهادة، عندما تكون في حضرة الناس، عندما تكون وحدك، كيف هذا الإيمان؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، يا الله، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله يتكلم، إلا كنا الله بعظمته بقدرته بسمعه ببصره، كنا شهودا عليك أنت، نعم، إلا كنا شهودا الله عليكم إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما غاب شيء، لم يغب أي شيء من أعمالك، كله محصي، كله في علم المشاهدة الكاملة التامة من الله والاطلاع الكامل من الله. فهذا الإيمان عندما يستقر في القلب يحمل هذا الإنسان على السير إلى الله وإلى مراقبة الله والمحاسبة النفس. قبل حوالي 3 أيام حدث لي موقف تأثرت منه. أحد الطلاب هكذا في الكلية جاء وقال، بعد أن اختبر في نفس اليوم أو اليوم الماضي، قال يقول أنا أريدك في موضوع خاص. نصطل بعض الطلاب موجودين في الفصل ثم خرجوا، بقي وحده. قال يقول أنا الاختبار في آخر سؤال أنا كنت ما أعرف الإجابة ما كانت مستحضرة عندي، وغرتني نفسي وسول لي الشيطان بطريقة من الطرق أتيت الإجابة بالغش. ويقول أنا نادم على ما فعلت وأريد منك أن لا تحتسب لي تلك الدرجات. شكرا، بس هكذا أنت يعني لم يطلع أحد عليه، ومرت ساعات أو مرت يوم كامل وخلاص، وربما مثلا رصدت الدرجة وانتهى الموضوع. ما الذي دفع هذا الطالب أن يأتي ويعترف بشيء لم يطلع عليه أحد؟ هو سلم ورقة اختبار ولم يعرف أحد بأنه قد قام بعملية الغش، لكنه نعم هو حركه الإيمان بأن الله قد اطلع، وأن الله قد رآني، وأني وإن هربت من قبضة المدرس أو المشرف على الاختبار مراقب فلن أهرب من قبضة الله، فأراد أن يتخلص. هكذا الإيمان يفعل، وبأمثاله فقس، يسأل ما الذي عليه، ما الذي يجب عليه، ويراقب يكون في عملية محاسبة، عملية متابعة.